أعزائي المتابعين، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، شاحنات شكمان. طبعا الشاحنة اللي قدامنا H3000S2024 يورو 3، الماكينة 460 حصان. طبعا سستة أمامي خلفي، الشاص مدبل 8 ملي زايد 5 ملي، جنط 22.5. طبعا مجهزة نظام وزارة النقل، حواجز لد نهاري، هذه المواصفات الخارجية. الماكينة وات شاي. ستة سرندل. عمود توازن. طبعا الجير توماتيك 16 غيار. وافكو. صور لكم من الداخل. نغطي لكم اياها. الكهرباء كاملة بوش. هذا الداخلية. طبعا عدد 2 سرير. الغمارة ميجا. لين يجي منها هاف ميجا ويجي ميجا. طبعا يجي منها سستة خلفي ويجي منها منفاخ خلفي. صورها لكم من الداخل. هذه المراتب مطرزة بالأصفر. عدد 2 سرير. مكيف، شاشة معلومات. حتى الدركسون ما شاء الله في لفة زي السيارات الحديثة. دروج تخزين. طبعا الضمان سنة كامل شامل من الصدام للصدام، السنة الثانية والثالثة جير وماكينة دوفرنش، وضمانها في السعودية. منفذ شاحن، تحكم، شبكة عكوس، نظام الخشب هنا على شكل خشب حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا تسمع حتى الصوت الخارجي العزل فيها ما شاء الله تبارك الرحمن.